شريكي بريفي قلت وعاد وتعاركت وعملت حركة كبيرة لأن كنت لازم نعطيه الأولوية للتوانسة في تونس هما اللي شغلوا من البي بي بي بيبليك بريفي ونعطيه فرصة للمبادرة الاقتصادية هما الوحيدين اللي يعملوا الثروة الاقتصادية بتاع البلاد ونميه ويشغلوا. هذه هي هذه الغاية بتاعي أنا. ولو أنا نلقى مش ممكن اليوم يتعدى هالفصل هذايا، انا جيت هنا للمجلس التاسيسي باش نشارك في التنميه الاقتصاديه ولو يمرش الفصل هذايا حتى ولو بتعديل بسيط اللي هو يحد من الـ من الـ من الـ من البريفي. انا نقدم استقالتي من المجلس نثبت للشعب مره ثانيه اللي انا عمري ما كذبت عليه وشكرا.